السيدات والسادة، نشرة أخبار الثامنة مساء تأتيكم من الفضائية المصرية. نبدأها بالعناوين، وفي البداية مرحبا سارة. أهلا بشير، أهلا بالسادة المشاهدين، ونبدأ الثامنة بأهم العناوين. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد على أهمية الشراكة مع ألمانيا باعتبارها محورا أساسيا للعلاقات مع أوروبا. ورئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة والتوقيتات الزمنية. وتواصل فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة والسلام المجتمعي. ونتابع في نشرتنا الاقتصادية. مجلس الوزراء يصدر تقريرا يسلط الضوء على قناة السويس، الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية. تفاصيل نشرة ثمينة، نجدد التحية. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تولي أهمية خاصة لعلاقتها الوثيقة مع ألمانيا، وتعتبر علاقات الشراكة معها بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا. جاء ذلك خلال استقبال سيادته لوزيرة الخارجية الألمانية أنلانيا بيروبوك، التي أكدت على اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والتطرف والفكر المتطرف. نتابع. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيدة أنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير فرانك هارتمان السفير الألماني بالقاهرة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن السيد الرئيس طلب نقل تحياته إلى المستشار الألماني أولاف شولتز، مؤكدا سيادته ما تليه مصر من أهمية خاصة لعلاقاتها الوثيقة مع ألمانيا وتعزيز التعاون والمصالح المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، حيث تعتبر مصر علاقات الشراكة مع ألمانيا بمثابة محور أساسي للعلاقات المصرية مع أوروبا بالنظر لمكانة ألمانيا وثقلها كدولة أوروبية كبرى، وهو ما ظهر في الانخراط الألماني القوي وغير المسبوق من خلال شراكتها الكبرى في خطط التنمية الطموحة التي نفذتها مصر في السنوات الماضية، ومعربا سيادته عن التطلع لاستمرار هذا التعاون القائم بين البلدين مع الحكومة الألمانية الجديدة على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة المتوازنة، وذلك ارتكازا على مكانة كل من مصر وألمانيا وثقلهما الكبير ودورهما المحوري كل في دائرته الإقليمية وعلى الساحة الدولية. وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة خارجية ألمانيا نقلت إلى السيد الرئيس تحيات المستشار الألماني، مؤكدة اعتزاز بلادها بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر باعتبارها محور الاستقرار والاتزان في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب دورها الأساسي في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن جهودها في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والقيام بدور أخلاقي وإنساني مقدر من خلال استضافة مصر لملايين اللاجئين وإدماجهم في المجتمع وتوفير كافة الحقوق الأساسية لهم، بالإضافة إلى النجاح الكبير لمصر تحت قيادة السيد الرئيس في ترسيخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، مما جعلها مثلا أعلى ونموذجا يحتذى إقليميا ودوليا، ومشيرة إلى حرص الحكومة الجديدة في ألمانيا على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة، وكذا التنسيق بشأن كافة الموضوعات والملفات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وشهد اللقاء بحث عدد من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، خاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والعسكري، حيث رحب السيد الرئيس في هذا الصدد باهتمام الشركات الألمانية بضخ استثماراتها في مصر، معربا سيادته عن التطلع لزيادة تلك الاستثمارات فضلا عن الاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الألمانية لتطوير
موطن الصناعة في مصر، بينما أشارت الوزيرة الألمانية إلى متابعة بلادها للحجم الضخم للمشروعات التنموية الكبرى في كافة أرجاء الجمهورية، مؤكدة أن هذا الأمر من شأنه أن يوفر فرصا واعدة ومتعددة لتعظيم الاستثمارات الألمانية في مصر، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل والطاقة النظيفة والمتجددة والكهرباء والتعليم. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وألمانيا في هذا الصدد من أجل مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وكذا الأوضاع في ليبيا، حيث تم التوافق في هذا الخصوص بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وألمانيا سعيا لتنفيذ المقررات الصادرة عن مسار برلين بهدف تسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، بما يسهم في القضاء على الإرهاب ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية ويساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد. كما تم التطرق أيضا إلى استعدادات مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة للمناخ في شهر نوفمبر من العام الجاري بمدينة شرم الشيخ، حيث أشادت وزيرة الخارجية الألمانية بالدور المهم الذي تطلع به مصر في إطار الجهود الدولية والإقليمية لمواجهة تغير المناخ، معربة عن التطلع لتعزيز التعاون مع مصر في هذا المجال. بينما أكد السيد الرئيس أن مصر حريصة على خروج قمة شرم الشيخ على الوجه الأمثل وحضور أكبر عدد ممكن من المشاركين، بما في ذلك ممثلو المنظمات المدنية الناشطة في مجال الحفاظ على البيئة ومنحهم الحرية للتعبير عن آرائهم. كما ستسعى مصر كذلك إلى البناء على الزخم الدولي المتولد عن مؤتمر غلاسكو الأخير والخروج بنتائج ومبادرات طموحة تساهم في تعزيز عمل المناخ الدولي على كافة المستويات، خاصة فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وبناء قدرة الدول النامية على التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ وتعزيز قدرتها على النفاذ لتمويل المناخ. هذا وعقد وزير الخارجية سامح شكري جلسة مباحثات مع نظيرته الألمانية تناولت العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا والملفات محل الاهتمام المشترك. بالفعل، ولفتت السفارة الألمانية في القاهرة إلى أن زيارة بيربوك تأتي إلى مصر في وقت مبكر من ولايتها في أول رحلة لها خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهو ما يؤكد دور مصر المهم. نتابع. جلسة مباحثات ثنائية أعقبتها موسعة بين وزيري خارجية كل من مصر وألمانيا في القاهرة التي انتهت عندها أولى جولات أناليتا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا لمنطقة الشرق الأوسط. ناقش خلالها الجانبان سبل دفع عملية السلام، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين ودفع الأطراف الليبية إلى الوصول لانتخابات تحقق تطلعات الشعب الليبي وتنهي حالة عدم الاستقرار بشمال إفريقيا وجنوبي المتوسط. مصر تؤكد بأنها تدعم التوافق الليبي وأن حل هذه القضية لابد أن يرتكز على توافق لكافة الأشقاء في ليبيا حول المسار المستقبلي. مصر تسعى أيضا للتعامل مع هذه القضية المركزية للعالم العربي، التوصل إلى حل دائم وشامل وعادل للقضية الفلسطينية بإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الاهتمام المشترك لنا هو الاستقرار والسلام في ليبيا، ولن نحقق ذلك إلا إذا ما قرر الليبيون والليبيات بشكل مشترك القرارات المتصلة ببلدهم. الحكومة الجديدة الألمانية هي أيضا على قناعة بأن حل الدولتين المبني على المفاوضات هو السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو هذا الحل ما زال طويلا. قالت أنالينا بيربوك إن ألمانيا والحكومة الجديدة تسعى لتوسيع دائرة التعاون مع مصر في المجالات الاقتصادية والثقافية والتنموية، خصوصا في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. يأتي هذا في الوقت الذي تمتلك فيه مصر واحدة من كبريات محطات الطاقة الشمسية بالعالم والكم الكبير من الاكتشافات الغازية بالمتوسط. إن مسائل الطاقة والطاقات المتجددة وحماية المناخ يوفران الفرصة الآن لتوسيع نطاق
التعاون بيننا، وهو يحمل معه فرصا للتنمية والتطوير لكثير من الناس، سواء دار ذلك حول فرص العمل أم التعليم، التزويد بالطاقة وأيضا البيئة النظيفة. من جانبه أعرب شكري عن تطلع مصر لزيادة التعاون مع ألمانيا في ظل زيادة قوة العلاقات بينهما خلال 7 سنوات الأخيرة. 7-8 سنوات الماضية كان لهذا التعاون أثاره الإيجابية على جهود وخطط مصر التنموية وخطط الإصلاح الاقتصادي. كلا الوزيرين حذرا من خطورة تفاقم الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي ستؤثر بحسبهما ليس فقط على البلدين بل على العالم المتخم في الأساس بأزمات اقتصادية وأمنية، إضافة إلى التغيرات المناخية التي باتت أخطر مهددات الكوكب. إضافة إلى دور مصر المهم في حلحلة أزمات المنطقة، تحمل وزيرة الخارجية الألمانية ملفات كثيرة لمناقشتها مع المسؤولين المصريين في ختام جولتها الإقليمية الأولى، وإن كان أهمها بحسبها التعاون الألماني المصري في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ونقل الطاقة والتحسينات المناخية، لا سيما وأن أنالينا بيربوك ستكون على رأس الوفد الألماني المشارك في القمة العالمية المرتقبة للمناخ COP27 في شرم الشيخ نهاية العام الحالي. حازم كمال، التلفزيون المصري. وللمزيد من المتابعة انضموا إلينا هاتفيا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية معالي السفير، زيارة مهمة تأتي بها وزيرة الخارجية الألمانية، وهي أول زيارة خارج الولايات المتحدة وأوروبا إلى مصر، وكما تعلم سيادتك أن ألمانيا هي قاطرة الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي. كيف يمكن أن تسهم هذه الزيارة وهذا التوافق بين مصر وألمانيا في حلحلة العديد من الأزمات في المنطقة والوصول إلى حلول فعالة؟ زيارة وزير خارجية ألمانيا بتأتي في إطار أول دولة تقوم بها منذ تعيينها في هذا المنصب في منطقة الشرق الأوسط. خلال هذه الجولة زارت إسرائيل وزارت رام الله، وزيارتها لمصر هي تأتي ختاما لهذه الجولة. طبعا هي بما أن دي أول جولة، هي جولة استطلاعية بتتعرف على مواقف مصر من جانب ومواقف إسرائيل والسلطة الفلسطينية من جانب آخر في قضايا بتهم السياسة الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط وفي البحر المتوسط وفي شمال أفريقيا. بالنسبة للعلاقات المصرية الألمانية، طبعا الزيارة لها أهميتها، أن ديت حضرتك ديت وزيرة خارجية الحكومة، أول حكومة ألمانية بعد رحيل المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل. نعم. وخلال الفترة من 2015 حتى رحيل، حتى تخلي او انتخاب مستشار الماني جديد، العلاقات المصريه الالمانيه شهدت زخما كبيرا جدا في شتى المجالات، سواء كانت مجالات عسكريه او مجالات مدنيه. وفي المجالات المدنيه نخص بالذكر الطاقه. الطاقه المانيا ساهمت بشكل كبير جدا في تدعيم الشبكة الطاقة في مصر بعد 2015. وفي واقع الأمر القضايا التي بحثت اليوم في لقاء السيد الرئيس مع الوزيرة الألمانية كانت أغلبها بيتعلق بالتعاون بين البلدين في المجال العلاقات الثنائية وتكثيف التشاور السياسي بين مصر وألمانيا حيال عدد من القضايا التي تهم الجانبين. وفي مقدمة هذه القضايا الوضع في ليبيا، قضية الشرق، القضية الفلسطينية، مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف. وأعتقد الوزيرة الألمانية أعربت عن تأييد وعن تقدير الحكومة الألمانية الجديدة لعدة توجهات مصرية. نعم. وأثنت على التنموية الكبرى بالفعل. وهناك إشادات أيضا يا معالي السفير من قبل
يعني الدول الإقليمية والدولية وفي مقدمتها ألمانيا في مواجهة مصر لتغير المناخ، كما أن هناك كما تعلم حضرتك أن هناك مؤتمر دولي كبير سيعقد في القاهرة بإذن الله في الأشهر القليلة القادمة، وهو مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. كيف يمكن استغلال هذا الحشد الإقليمي والدولي لهذا المؤتمر الذي سيعقد في شرم الشيخ؟ حضرتك اولا اسمح لي اوضح حاجه، يعني فضل. هذا المؤتمر مؤتمر للامم المتحده. نعم. وده المؤتمر 27 من سلسله مؤتمرات الامم المتحده نظمتها منذ بدايه التسعينيات من القرن الماضي، ومصر ستستضيف المؤتمر 27 لاطراف اتفاقيه الامم المتحده للتغيرات المناخيه. وهذا المؤتمر الذي من المقرر ان يعقد في شرم الشيخ في نوفمبر القادم هو مؤتمر حضرتك يعني مؤتمر دولي، وبياتي بعد عام من او سوف ياتي بعد عام من مؤتمر 26 في جلاسكو في بريطانيا. نعم. وبالتالي موضوع التغيرات المناخيه حضرتك اصبح موضوع بيهم الامن الدولي. بالفعل. يعني بيهم الامن الدولي، لانه في السنوات القليله الماضيه والعام الماضي تحديدا العديد من البلدان سواء بلدان متقدمه او في دول العالم النامي، نعم، تاثرت تاثرا كبيرا بالفعل التغيرات المناخيه. نعم. واعتقد انه في اجتماع السيد الرئيس بوزيره الخارجيه الالمانيه، كما تعلم حضرتك السيد الرئيس كمان شارك امس في مدينة بريستل الفرنسية بالفعل مؤتمر دولي محيط واحد نعم، لأنه عندما دوت حضرتك يرتبط ارتباطا وثيقا بالتغيرات المناخية، لأنه بالفعل ثلاث أرباع الكرة الأرضية محيطات وبحار. إذن هناك العديد من الفعاليات التي قام بها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الساعات القليلة الماضية، وهو الاجتماع مع يعني القادة في فرنسا. فرنسا كما تعلم هي قائدة سعادتك القطار الأوروبي من الشق السياسي، وألمانيا من الشق الاقتصادي. بشكرك شكرا جزيلا معالي السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا هاتفيا. أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هناك توجيها رئاسيا بتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفق الجداول المخططة لها، سواء من حيث الالتزام بأعلى معايير الجودة أو التوقيتات الزمنية. بالفعل جاء ذلك خلال جولة تفقدية لرئيس الوزراء لمتابعة الموقف التنفيذي وسير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة. نتابع. التزاما بتوجيهات القيادة السياسية بتنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة، جاءت جولة رئيس الوزراء التفقدية بالعاصمة، والتي استهلها سيادته بعقد اجتماع بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالحي الحكومي مع كبار المسؤولين بالمشروعات. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بإقامة حزام شجري حول مناطق المعرضة للرياح مع مراعاة المظهر الجمالي للعاصمة. من جانبه استعرض رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة معدلات تنفيذ المشروعات بحي المال والأعمال ومناطق السفارات والفيلات وكذلك البوابات الرئيسية للعاصمة. عقب الاجتماع تفقد رئيس الوزراء الحي الحكومي واستمع لشرح من وزير الإسكان حول أعمال البنية الأساسية وإنشاءات المباني الحكومية التي تضم 34 مبنى وزاريا، إضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء ومجلسي النواب والشيوخ وساحة الشعب. واطلع رئيس الوزراء على موقف تنفيذ منظومة الطاقة الشمسية أعلى المباني الحكومية وشبكات الغاز الطبيعي. بعد ذلك تفقد رئيس الوزراء سير الأعمال بمباني مجلسي النواب والشيوخ والقاعات الرئيسية بالمجلسين وصالات الاستقبال والمكاتب الرئيسية. ثم تفقد سيادته مشروع سير العلم الذي يصل طوله نحو 208 أمتار، ويتكون المشروع من مسرح دائري يسع 1200 فرد ونافورة حول مبنى الساري، وقد تم تركيب الجزء المعدني لقاعدة سير العلم. عقب ذلك تفقد رئيس الوزراء مركز معلومات العاصمة الإدارية ومركز إدارة وتشغيل المدينة، وتمت الإشارة إلى بدء عمليات الاختبار والربط بين جميع منشآت الحي الحكومي،
كما تفقد سيادته منطقة البنوك واطلع على معدلات تنفيذ الإنشاءات بها والخدمات المصرفية التي ستقدمها فروع البنوك للموظفين والعاملين بمشروعات العاصمة الإدارية. بعد ذلك تابع رئيس الوزراء موقف تنفيذ الأعمال بالحي السكني الثالث وتفقد نموذجا لتشطيبات الشقق الفندقية لسلاسل فنادق عالمية بمنطقة الأعمال المركزية وكذلك المدارس والسوق التجارية ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة. واختتم رئيس الوزراء الجولة بمتابعة موقف تنفيذ مشروع الحدائق المركزية النهر الأخضر الذي يضم 3 قطاعات ويقع على مساحة 870 فدانا منها 688 فدانا مساحات خضراء وبحيرات وملاعب ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية. وتفقد رئيس الوزراء منطقة الحدائق المركزية وبحيرة القوارب البالغ مساحتها 22 فدانا وساحة الاحتفالات. ووجه رئيس الوزراء بالإسراع في معدلات تنفيذ الأعمال بمنطقة الحدائق المركزية والانتهاء منها مع باقي المشروعات استعدادا لإطلاق منظومة العمل بالعاصمة الإدارية. محمد شعبان، التلفزيون المصري. أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية البحرينية، الأمر الذي يجعل منها نموذجا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين. جاء ذلك خلال لقائه رئيسة مجلس النواب البحرينية فوزية بنت عبد الله في المنامة، حيث عقد جلسة مباحثات موسعة تناولت سبل دفع العلاقات البرلمانية المشتركة. من جانبها أشادت رئيسة مجلس النواب البحرينية بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المتبادلة، مشيرة إلى زياراتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي. كما التقى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشورى البحريني علي ابن صالح الصالح. وخلال اللقاء أشار جبالي إلى أهمية دفع التعاون البرلماني المشترك إلى آفاق أرحب لزيادة الروابط المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين. من جانبه عبر الصالح عن اعتزازه وتقديره لتلك الزيارة مؤكدا على خصوصية العلاقات بين مصر والبحرين، وأشار إلى ضرورة تعزيز التعاون البرلماني وتبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البلدين بما يحقق طموحات الشعبين الشقيقين. على ضفاف النيل مصر نعلن للعالم كله أننا قد اجتمعنا متضامنين لنرسل رسالة سلام لكل محب السلام في العالم. أشكر في هذا المؤتمر فخامة رئيس جمهورية مصر العربية المجاهد الكبير سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الذي جاهد فعلا وأنقذ مصر من كارثة كادت أن تقع. تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت بالقاهرة فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك تحت عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي. وفي كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أمام الجلسة الافتتاحية، أوضح دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن موضوع المؤتمر يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني وإلى الإسهام في صنع السلام وترسيخ مفاهيم العيش الإنساني المشترك. موضوع هذا المؤتمر وهو عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي موضوع تجديدي بامتياز، حيث يهدف إلى ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني وإلى الإسهام في صنع السلام وترسيخ أسس العيش المشترك بين الناس جميعا على المستويين الوطني والعالمي، كما يهدف إلى
تعميق وترسيخ أسس الولاء والانتماء الوطني من منطلق أن مصالح الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا، وأنهم متساوون في الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين أو الجنس أو اللون أو اللغة، مما يتطلب العمل الدائم على ترسيخ أسس التسامح الديني. دكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أكد أيضا في الكلمة التي ألقاها أمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الإسلام يرسخ العلاقة البناءة ومتميزة بين المسلمين وغيرهم، علاقة تقوم على التكامل والإحسان من خلال تعايش بناء وتعاون مثمر، داعيا دول العالم إلى التعاون والسلام ونبذ كل مؤججات الحرب والاقتتال. نتابع. تعالوا معا إلى كما علمنا القرآن الكريم إلى كلمة سواء، تعالوا معا إلى كلمة سواء لننبذ كل مؤججات الحرب والاقتتال ونحل محلها أطر التعاون والتفاهم والتكامل والسلام بلا تكبر ولا استعلاء. من جانبه أكد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن مفهوم المواطنة من المفاهيم التي يجب الاهتمام بها، مشيرا إلى أن عدم وضوح هذا المفهوم في أذهان بعض الناس قد تسبب في إثارة البلبلة والفوضى في كثير من الدول تحت دعاوى كاذبة روجتها الجماعات المتطرفة. وكل صاحب عقل سوي وفطرة سليمة وفكر مستقيم يعلم تمام العلم أن قضية الوطن وما تفرع عنها من مفهوم المواطنة قبل أن تكون عقدا له خصائص فقهية وقانونية محددة فهي في المقام الأول إذا تأملنا في مساحة الحياة المتطورة هي فطرة إنسانية وجبلة بشرية وهي أيضا سنة كونية. وأمام الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شدد دكتور محمد الضويني وكيل الأزهر في كلمته التي ألقاها نيابة عن فضيلة الإمام الأكبر دكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، شدد على أن المواطنة الحقيقية لا إقصاء معها ولا تفريق فيها. إن عقد المواطنة يضمن الممارسات التي لا تحتوي أي قدر من التفريق أو الإقصاء لأي فئة من فئات المجتمع، ويتبنى سياسات تقوم على قبول التعددية الدينية والعرقية والاجتماعية التي تعد مظهرا من مظاهر ثراء المجتمع. ولإلقاء المزيد من الضوء على مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ينضم إلينا هاتفيا الدكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية بأبوظبي. دكتور محمد بعد التحية، لماذا تم اختيار عنوان عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي ليكون نموذجا وعنوانا للمؤتمر؟ أولا أشكرك وأشكر كل المشاهدين. أولا لابد التذكير أن المؤتمر هذا يأتي في ظرفية زمنية ومكانية للطيام، في ظرفية زمنية أنه اختلطت المفاهيم في مفهوم الدولة والولاء للوطن في وقت تنامت تيارات الغلو والتطرف والإسلام السياسي وعلى رأسها جماعات الإخوان المسلمين والحوثيين وهؤلاء الذين ينشرون الفكر الضال والمضلل. كان لابد أن يأتي هذا المؤتمر لكي يوضح مفاهيم أن الإيمان أولا بالولاء بالوطني والتأكيد على المواطنة أن هذا تناقض مع الثوابت ومع الأصول الدينية. يأتي في ظرفية مكانية مهمة هي في القاهرة في مصر، مصر التي كانت دائما ولا زالت قبلة المسلمين وقبلة المفكرين والعقلاء والشرفاء والفقهاء من أجل أن يضعوا
أن يضعوا خطة واستراتيجية شاملة لا سوى على المستوى الوطن العربي والإسلامي ولا على مستوى المجتمعات المسلمة والشركات والأقليات من أجل ترشيد العمل الإسلامي لتوثيق الصلات مع ديننا ومع حضارتنا وثقافتنا وتأصيل ثقافة السلم والتسامح الذي يجب أن يعلو فوق صوت المتطرفين والمتراجعين. صحيح. دكتور محمد، العديد من المتحدثين خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكدوا أهمية ترسيخ أسس المواطنة على المستوى الوطني، فما سبيل الوصول لهذا الهدف خاصة مع التحديات التي تواجهها بعض الدول من فكر متطرف وإرهاب؟ إذا كانت في أسس الدولة عند الفقهاء التفاسير كانت تتحدث عن ثلاث مكونات اللي هي السلطة والشعب والجغرافية اللي هي المساحة الجغرافية. في هذا المؤتمر تكلمنا على مسألتين إضافيتين، لا يمكن أن تكون هناك دولة حديثة قوية إلا إذا كانت هناك شرعية دولية تعترف بها، فلا يمكن أن نعترف بدولة داعش وبدولة القاعدة بدولة الإجرام. فلهذا كانت الحرص أن يكون أولى العمل الذي يجب أن تقوم به هو تحرير كل هذه المصطلحات من الحشو ومن الاستعمال السيء والتوظيف السيء خدمة للمشاريع الحزبية سواء للجماعات أو للأحزاب الإسلاموية. ثانيا، أن العمل على ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة يبدأ أولا بالتربية والتعليم، يبدأ أولا بمناقشة وإدراج ذلك في المناهج التربوية والتعليم، يبدأ أولا وثانيا وثالثا بإعداد خطاب ديني معتدل، أن نفصل بأن الدين له مجاله وله محاوره وأسلوبه، ثم إدارة الشأن العام هي للمقتدرين الفضلاء من الخبراء. صحيح. دكتور محمد، جزيل الشكر، كنت معنا عبر الهاتف دكتور محمد البشاري الأمين العام للمجلس العالمي للمجتمعات الإسلامية بأبو ظبي، شكرا جزيلا لك. متواصلون مع حضراتكم من الفضائية المصرية ونتابع استمرار التوتر بين موسكو والغرب بشأن أوكرانيا، والبحرية الروسية تقول أنها أبعدت غواصة أمريكية قرب جزر الكوريل، والتحالف العربي في اليمن يعلن تدمير 17 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي في حجة ومأرب. نجدد التحية. أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الفرنسي مانويل ماكرون بأن اتهام بلاده بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة تكهنات استفزازية في وقت تتواصل فيه عملية تعزيز القدرات العسكرية لكييف بأسلحة متطورة. نعم، ومن جهته أفاد البيت الأبيض بأن رئيس جو بايدن حذر نظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي من أن غزو أوكرانيا ستكون لها تداعيات إنسانية واسعة النطاق، مؤكدا أن واشنطن سترد بحزم في حال حدوث ذلك. على الرغم من سير الحياة بصورة طبيعية في العاصمة الأوكرانية كييف، تصاعدت نذر الحرب بشدة على الحدود مع روسيا، وذلك مع تواتر تقارير إعلامية عن تحذيرات غربية من اقتراب غزو روسي. ونظم آلاف الأوكرانيين مسيرة سلمية لإظهار الوحدة وسط كييف. من جهته، لم ينف الرئيس الأوكراني خلال حضوره تدريبات للشرطة جنوبي البلاد احتمالية وقوع هجوم روسي في أي وقت، لكنه انتقد الكم المفرط من المعلومات التي رأى أنها غير مبررة حول قرب نشوب حرب كبرى. أفضل صديق لأعدائنا هو الذعر في بلادنا، كل هذه المعلومات تثير الذعر فقط ولا يمكنها مساعدتنا، لا يمكنني الموافقة أو الاختلاف مع ما لم يحدث بعد. حالة التعايش الأوكراني قابلتها تحذيرات من قبل دول عدة لرعاياها بالمغادرة فورا على غرار السعودية والكويت وألمانيا وبريطانيا، حتى بلغ الأمر بالولايات المتحدة أن تأمر بمغادرة موظفي سفاراتها غير الأساسيين في أوكرانيا
وسحب نحو 150 جنديا من الحرس الوطني لفلوريدا كانوا يتولون تدريب القوات الأوكرانية تحت مسمى إعادة تمركزهم في مواقع أخرى في أوروبا. لا نزال نرى مؤشرات مقلقة للغاية على التصعيد الروسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة في محيط الحدود الأوكرانية. لا نعلم إذا ما اتخذ الرئيس بوتين هذا القرار، لكننا نأمل أن يختار مسار الدبلوماسية والحوار، وإذا لم يفعل فنحن مستعدون. أما من الإليزي وسيط هذه الأزمة، فتواصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون مع نظيره الفرنسي فلاديمير بوتين في محادثة هاتفية دامت 1:40. ذكر خلالها ماكرون أن الحوار الصادق لا يتفق مع ما يجري من تصعيد عسكري قرب الحدود الأوكرانية. أحدث حلقات التصعيد أعلنت موسكو أنها بدرت عن غواصة أمريكية انتهكت المياه الإقليمية الروسية في المحيط الهادئ ولم تغادر إلا بعد اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. وقد رصدت الغواصة الأمريكية قرب إحدى جزر الكوريل، حيث يجري الأسطول الروسي تدريبات بحرية هناك، إلى جانب مناورات أخرى بواسطة 30 سفينة حربية في البحر الأسود. أعلن التحالف العربي في اليمن تدمير 17 آلية عسكرية وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية خلال عمليات ضد الميليشيا في حجة ومأرب. وأصدر التحالف العربي بيانا ذكر فيه أنه تم تنفيذ 25 عملية استهداف ضد الميليشيا خلال الساعات 24 الماضية. قتل 6 أفراد بينهم طفلان جراء قصف صاروخي استهدف بلدة معرة النعسان التابعة لمحافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأفاد المرصد السوري بأن القصف كان بريا واستهدف منزلا لعائلة واحدة، ما أسفر أيضا عن سقوط جرحى بعضهم في حالة خطرة. من ناحية أخرى أفاد المرصد بمقتل شخص آخر جراء قصف صاروخي على بلدة تقاد بريف حلب الغربي. أكد دكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بعمل وزير الصحة والسكان أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يعد من المشروعات القومية الضخمة التي تبنتها الدولة وفقا لمبدأ الحق في الصحة كحق مكفول لكل مواطن. تأكيد عبد الغفار جاء خلال اجتماعه باللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بديوان عام محافظة بورسعيد لبحث سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة وتوفير أفضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمواطنين. في ظل اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء بالعنصر البشري في قطاع السكك الحديدية، وافق وزير النقل كامل الوزير بتنسيق مع وزارة التعليم العالي على تحويل المعهد الفني لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان إلى معهد عالي لتكنولوجيا النقل يتبع وزارة النقل، وذلك اعتبارا من العام الدراسي الحالي. تواصل أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل في مجال تخصصه، ما أسفر خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية. نتابع. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6640 قضية تموينية متنوعة، وضبط 1162 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بمضبوطات 6280 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4085 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 53126 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم،
أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9368 قضية تموينية متنوعة، من بينها 164 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 1025 اسطوانة بوتاجاز، وضبط 34 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 284,987 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9170 قضية تموينية بمضبوطات وزنت أكثر من 1647 طن سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 305,484 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 51,397 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4204 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 184 سائقا منهم، كما تم المرور على 139 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 483 من سائقي حافلات المدارس، وتبين سلبية كافة الحالات، كما تم فحص 11 مركبة تبين مخالفة 8 مركبات لاشتراطات الصلاحية الفنية، كما تم رفع 667 سيارة و54 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال ضبط مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 17,696 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 479 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 86,873 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 82,158,907 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 232 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبط خلالها 112 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، كما تم ضبط 120 قضية في مجال جرائم المطبوعات. وفي مجال قضايا الأموال العامة، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 32 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 81,155,460 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2172 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت 3,860,000,422 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 11,141,225 جنيها. والآن موعدنا مع آخر أخبار المال والأعمال مع شروق عماد الدين. أهلا
أهلا بحضراتكم وأخبار المال والأعمال. أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع الشركاء الدوليين الذين يتمتعون بخبرات كبيرة في مجال سك العملات المعدنية المتداولة والتذكارية. وخلال لقائه ممثلي مصلحة سك العملة الملكية البريطانية بحضور السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي، أشار الوزير إلى أن ذلك يسهم في توطين الخبرات العالمية المتميزة وتعميق الإنتاج المحلي جنبا إلى جنب مع تطوير القدرات البشرية والتوسع في استخدام الحلول التقنية والتكنولوجية على نحو يتسق مع ما تنتهجه الحكومة من سياسات داعمة للصناعات الوطنية ومحفزة للنشاط الاقتصادي. هذا وقد أعرب معيط عن تطلعه إلى تعميق التعاون المشترك بين الجانبين المصري والبريطاني في مجال سك العملة. نشر المركز الإعلامي المجلس الوزرائي تقريرا تضمن رسما توضيحيا يسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة الملاحة العالمية. وأكد المركز الإعلامي أن الدولة حرصت على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتقليل زمن عبور السفن العابرة. في إطار بروتوكول التعاون بين مصر وإسبانيا في مجال تنمية الثروة الحيوانية، استوردت شركات وزارة قطاع الأعمال العام 3300 رأس من أفضل سلالات الأبقار من إسبانيا بهدف التربية. في إطار خطة الدولة نحو تحقيق فائض من اللحوم الحمراء وبسعر مناسب للمواطنين، استوردت إحدى شركات قطاع الأعمال العام في مجال الإنتاج الحيواني عددا من العجول الأسبانية والتي تعد من أفضل أنواع العجول في العالم، حيث تبلغ نسبة التشافي بها من 64% إلى 70% مقارنة بالعجول البلدية التي تبلغ نسبة التشافي بها 50%. طبعا دي رسالة عجول للتربية، يعني صغيرة في العمر وصغيرة في الوزن، معامل الزيادة اليومية بتاعتها بتبقى عالية جدا، فبتبقى اقتصاديا مقابل تكلفة التغذية اللي هي فعلا عالية دلوقتي، فبتدي لحم جيد وكمية لما ننسبها لتكلفة التغذية بتبقى اقتصادية، زائد انها سلالات النقية دي الأوروبية بتبقى بتدي نسبة التصافي عالية جدا مقارنة بالأنواع الأخرى من العجول، وبتبقى نسبة التشافي بتاعتها عالية. وفور وصول صفقة العجول الأسبانية لمصر خضعت لعملية الحجر البيطري بعد تلقيها كافة التحصينات اللازمة قبل طرحها للسوق والتأكد من مدى ملائمتها للبيئة المصرية. في حالة ثبات نفس التغذية اليومية المقررة للعجول التربية أو العجول اللي هي الفريزيان اللي مولودة ومتربية عندنا في مصر عن السلالات اللي جايه من اسبانيا، لا معامل التحويل في السلالات اللي هي اللي جايه من بره 2 كيلو في اليوم، اما هنا في السلالات البلدي 900 جرام في اليوم. ادخال سلالات جديده ذات انتاجيه كبيره من اللحم يصب في مصلحه تحقيق التوازن في الاسعار على مستوى اللحوم. بجودة عالية وبنسبة تشافي وتصافي من اللحوم مرتفعة، الحكومة المصرية وعبر إحدى شركاتها العاملة في مجال قطاع الإنتاج الحيواني استوردت صفقة للعجول من إسبانيا بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتحقيق الانضباط في الأسعار على مستوى اللحوم الحمراء. محمد عبد الصبور، التلفزيون المصري. بحضور وزراء التموين والتعاون الدولي والصناعة والتجارة ومحافظ الإسكندرية وسفير الاتحاد الأوروبي، دشنت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية وحدة خلايا الطاقة الشمسية لسوق الجملة للخضر والفاكهة بالعمرية بقدرة 100 كيلوات، وهي كافية لتغطية احتياجات السوق من الطاقة بالكامل وترتبط بالشبكة الموحدة. أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دوليا في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات. جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية. بعد الفاصل نستعرض الأحوال الجوية والطقس مع شروق عماد الدين.
أهلا بحضراتكم مجددا. والنشرة الجوية، يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفئ على شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء، يصل لحد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد. عن التوقعات المنتظرة للأيام القادمة الثلاثة تشير إلى استقرار الأحوال الجوية، نبدأها من القاهرة. الأحد 11-20، الاثنين 10-19، الثلاثاء 10-19. وعن شرم الشيخ الأحد 15-23، الاثنين 15-24، الثلاثاء 14-23. وأخيرا مع محافظة الأقصر الأحد 9-25، الاثنين 9-26، الثلاثاء 10-26. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 11-20، إسكندرية 11-19، دمياط 11-18، بورسعيد 11-19. العريش 10-20، رفح 10-19، إسماعيلية 10-21، السويس 12-21. مطروح 11-18، وادي النطرون 10-20، المنصورة 10-20، طنطا 10-20. دمنهور 10-20، سانت كاترين 1-18، الغردقة 13-23، شرم الشيخ 15-23. الفيوم 5-22، المنيا 7-22، أسيوط 7-23، سوهاج 7-23. قنا 9-24، الأقصر 9-25، الوادي الجديد 9-23، أسوان 11-26. حلايب 14-23، شلاتين 13-26، أبو رماد 13-24، وأخيرا رأس حدرب 14-22. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس السيسي يؤكد على أهمية الشراكة مع ألمانيا باعتبارها محورا أساسيا للعلاقات مع أوروبا. ورئيس الوزراء يتفقد مشروعات العاصمة الإدارية ويشدد على الالتزام بمعايير الجودة والتوقيتات الزمنية. وتواصل فعاليات المؤتمر 32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تحت عنوان عقد المواطنة والسلام المجتمعي. دائما يمكنكم متابعة البث الحي لنشراتنا وبرامجنا والمزيد من الأخبار عبر موقعنا maspiro.eg. سيدات والسادة، نشرة ثمينة عرضنا لها من الفضائية المصرية. شكرا لحسن المتابعة. في أمان الله.